السؤال الثالث يا واحد، طبعا هو موظف لكن راتبه قليل وعسكري، عمه متقاعد نعم وراتبه طبعا البنك اللي هو تبعه، نعم. لكن هو عمل وكالة عليه وخذ قرض من بنك التسليم باسم عمه وقبض عليها 400 ريال قسط، يسلم كل شهر ال 400 الولد هذا هو اللي عن عمه طبعا واللي استشعر لانه هو ما بيكون قرض من البنك التسليم وهو اخذ القرض على اساس يبنيه هو لنفسه. ايوه عمه مثلا، لكن المشكله انه عمه توفى تمام وراح في البنك قال له عمي هذا اللي اخذ القرض توفى، البنك قال له جيب لنا شهاده الوفاه وكذا واوراق واعفوه من باقي الاقساط. فما ادري هل هي الطريقه هذه صحيحه ولا عليه طيب. على الميت ولا كمان. هو يقول انا خاف انه في اثم على عمي لانه يقول انا صح اعترفت باسم عمي لكني ناقص فيه. طيب. ولان يقول ماك عمي وانا ناس قالوا لي يعفونه الذي يقول انت قدمت للبنك قال خلاص جيب لنا الوفاه وهذا يعني العفو يا اخي الكريم ادم. الآن الأخ كان يأخذ من البنك مباشرة ولا يأخذ من عمه ثم يعني العم يقبض من البنك ثم هو يوفي عمه، كيف كانت الطريقة؟ هو أخذ وكالة على عمه وباقي عمه حي. أيوة وكان القرض باسم عمه القرض هذا عفوا بنك بنك التسليف بنك التسليف هو قرض بنك التسليف التنمية العقاري يعني لا بنك التسليف آخر يعطيه قرض 30,000 20,000 طيب. أيوة اعطاهم اظن 25,000 او 20,000 تسمع الجواب ان شاء الله. في سؤال ثاني يقول ان هناك شخص راتبه قليل يحتاج سلفه، هو موظف لا يستطيع ان ياخذ من بنك التسليف، بنك التسليف يعطي المتقاعدين، عمه متقاعد استخدم اسم عمه عشان ياخذ هذا المبلغ، توفي عمه رحمه الله، البنك عاده اذا توفي الانسان سامحه في بقيه المبلغ، ماذا يفعل الان؟ يدفع البقيه ولا الاصل العمل من اصله هل هو صحيح ولا لا؟ هذا ما في شك انه اصل العمل لا يجوز لانه اخذ قرضا بغير توافر شروطه. طبعا يقول قائل انا برد المال ايوه وايش معنى يعني ايش المشكله؟ لا مشكله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى. لو اني كنت حطيت شروط، انت المتحدث السائل لو حطيت شروط قلت انا لا اقرض الا من توافرت فيه هذه الشروط وجاء شخص وتحيل ليصل الى هذا القرض من هذا الطريق اترضى؟ لا ما اكيد لا ترضى. واذا كنت لا ترضاه فلا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. هذا لا يجوز هذا وكون الانسان يحتاج هذا لا يسوغ له مثل هذا الطريق طيب. لا يسوغ له مثل هذا الطريق صحيح. لأنه هذا نوع من الكذب لأنه سيذهب إلى بنك التسليف عمه نعم. يضطر إلى أن يكذب ويقول أنا أحتاج وهو غير محتاج نعم. أنا أريد أن أرمم أو أريد أن أبني صحيح. أو أريد أن أتزوج وكل هذه ليس لها في الواقع وجود نعم. فيقترض المال الآن لا يحل له بما أنه المسألة من أصلها بنيت على خطأ وعلى تصرف غير صحيح فإنه لا يترتب على ذلك الامتيازات الممنوحة للمقترض إذا مات فيجب عليه أن يوفي الصندوق كل ما له يذهب الى الصندوق هذا ارجو انه اذا فعل هذا ان تبرأ ذمته مما فعل سابقا من الكذب صلى الله ان يتوب علينا وعليه ويعني يجب على المؤمن ان يكون متحريا فيما يحل في يده بعض الناس الحلال هو ما حل في يده اللي يحل في يده هو حل فهو حلال من اي طريق كان وهذا خطأ وهذا مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب التحري في الأموال والمال الذي يأتيك من طريق مشبوه الأسلم لقلبك أولا ولدينك ولدنياك أن تتوقع هو ممحوق أصلا لأن الله تعالى يمحق الربا ويروي الصدقات وكم من إنسان سلك مثل هذه الطرق ثم لم يحصل ما يريد ما لا يعني حصل بالعكس زادت ديونه وتعثرت أموره وباء بالإثم ليتو سالم فقط أنه تحمل باء بالإثم إن لم يتوب فلذلك وصيتي لنفسي وإخواني أنه يعني نتوقع هذا الأمر وهذا ترى من علامات الالتزام بالسنة ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله
أهل السنة والجماعة هو من توقع الحرام في أكله. في أكله. في أكله. حصرها في هذا الموضوع. نعم. طيب. وهذا يدل على أنه كقضية المنهج الصواب والطريق الحق ليس فقط في الأمور النظرية. نعم. بل حتى في الأمور العملية. أكيد. نحن نتصور أنه والله منهج أهل السنة والجماعة هو ما يتعلق في بتوحيد الله في إلهيته، بتوحيد الله في أسماء وصفاته، وما أشبه ذلك من القضايا العلمية النظرية وهي أصول وأسس، لكن الأمر يتجاوز هذا إلى قضايا أخلاقية ومسلكية. أكيد. ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. أكيد. فإنها من سمات الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.